أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقات افتح عينيك نخصصها اليوم لما بات يعرف بقضية حمزة مونبيبي، ولكن عنوان اليوم ننظر إليه من زاوية مغايرة، دنيا باطمة والمغنية العالمية ليدي غاغا من الفقر إلى الشهرة. يمكن النظر لهذه القضية أو لقضية حمزة مونبيبي من زوايا متعددة ومختلفة، واليوم أنا فضلت أن أتكلم عن هذه القضية من منظورين أو من خلال قصتين، دنيا باطمة بمقارنتها أو وجها لوجه مع المغنية العالمية ليدي غاغا. ما هو جوهر هاتين القصتين؟ ما هي أوجه التشابه؟ وما هي المنطلقات؟ وما هي أوجه الاختلاف؟ تابعوا معنا هذه الحلقة وبروية. القصة الأولى قصة ليدي غاغا من الفقر والتشرد إلى عوالم النجومية والشهرة، كيف ذلك؟ اسمها الحقيقي هو ستيفاني جوان أنجلينا من مواليد 1988 من أصول إيطاليا، أبوين مهاجرين ومن عائلة بسيطة، يشتغل والدها في الإنترنت وتنتمي إلى الطبقة الكادحة أو العاملة. انطلقت ستيفاني في مواجهة الحياة وتحدي مجموعة من التحديات والعقاب والعقبات، وتقول في حوار مع مجلة إيل: أنني تركت عائلتي وسكنت في أرخص شقة وجدتها في نيويورك وأكلت أسوأ الطعام، ولكن الغاية من أجل تحقيق حلمها أن تصبح مؤلفة أغاني وعازفة ماهرة. حسنت من مهاراتها الأدائية في مجال العزف، وكذلك حسنت من مهاراتها في مجال الكتابة، وطورت موهبتها حتى سنحت لها الفرصة من خلال أغنيتين جعلت منها مغنية ونجمة عالمية. هاتين الأغنيتين هما وجه البوكر وأغنية رومانسية سيئة. نالت هاتين الأغنيتين قسطا كبيرا من المشاهدات، تعدت 1.5 مليار مشاهدة. الأمر الثاني والمهم أنها حسنت من وضعها الاجتماعي وخرجت من دوائر الفقر والبؤس. أما الأمر الثالث فلهي شخصية تمتاز بالتنظيم الجيد والاجتهاد والانضباط، رغم ما يبدو على شخصيتها من أنها دلوعة وأنها ترتدي فساتين غريبة وما إلى ذلك، يعني عنده علاقة، يعني لديها هوس بالموضة وب الأزياء، ولكن هذا أمر ثانوي. المهم في شخصيتها أنها إنسانة منظمة بشكل جيد ومجتهدة ومنضبطة. لها قناة باليوتيوب اسمها تحمل نفس اسمها، تصل إلى 15 مليون مشارك، وتقوم هذه السيدة بمجموعة كبيرة من الأعمال الخيرية والتطوعية، وهذا مربط الفرس، هذا مربط الفرس، أنها تقوم بمجموعة كبيرة من الأعمال الخيرية والتطوعية، مما جعلت يعني مجلة شهيرة كمجلة فوربس تضعها ضمن 100 شخصية مؤثرة في العالم.
إلى هنا تكاد تنتهي قصة ليدي غاغا. ننتقل إلى قصة دنيا باتمان. دنيا باتمان من مواليد 1 أبريل 1991، عاشت طفولة صعبة إلى حد ما، تنتمي إلى أسرة فنية، ويعني أنها من القاع الاجتماعي أو من طبقة عاملة، مستوى ثقافي شبه متوسط، وخا هذه العبارة غير جائزة، شبه متوسط، ولكنها تمتاز بصوت جميل. شاركت في استوديو دوزيل، ثم شاركت في دو فويس، وبعد ذلك كانت انطلاقتها نحو الشهرة بالوطن العربي. الغريب في الأمر أن فنانة بهذا الحجم لها قناة باليوتيوب لا تتعدى 22 ألف مشترك. السؤال، ما أوجه الشبه بين القصتين؟ ما هو أوجه الشبه بين القصتين؟ بين ليدي غاغا ودنيا باتمان يجمعهما الفقر، ويجمعهما أنهما ينتمان إلى طبقة، يعني تنتمي إلى قاع المجتمع، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في المغرب. الأمر الثاني هو الاجتهاد. الأمر الثالث الموهبة. والأمر الرابع هما وصولهما إلى النجومية والشهرة. ولكن كيف تعاملت ليدي غاغا مع الشهرة وزادت من قوتها ومن بأسها ومن كاريزمياتها، وكيف أن يعني دنيا باتمان أن هذه الشهرة التي جاءتها لم تعرف ولم تحسن استعمالها، بحيث أنها انخرطت في هذا اللهو، هذا اللغط المسمى حمزة مومبيبي، وأساءت إلى الكثيرين، وأساءت إلى الكثيرين بدلائل قلائية واضحة لا ريب فيها. ولكن الجميل في ليدي غاغا أنها تقوم بمجموعة كبيرة من الأعمال الخيرية والتطوعية. سؤالي، هل دنيا باتمان قامت ببناء مدرسة أو ببناء مستشفى، أو زارت منطقة نائية في المغرب، أو تبرعت إلى ذوي مرضى السرطان؟ هل زارت المهمشين والمنكوبين؟ هل قدمت يد المساعدة؟ لا أكاد أجزم بهذا الأمر، ولكنها قامت بعرس ثاني لها على إقاعات الدقة المراكشية. أنها اشترت هنا وهناك، وأنها تتباهى بملابسها وبساعاتها وبجسدها. المؤسف أن يصل الفنان إلى هذه المراتب. المؤسف أن نقدم نماذج للمغاربة وللعرب، نماذج من هذه الشاكلة ومن هذه الطينة، في حين نرى أن ليدي غاغا من نفس منطلقات الفقر والتشرد والهجرة وقامت بأعمال يعني هي نفسها لا تريد أن تذكر، أعمال خيرية من طبيعة الحال وأعمال تطوعية. أين نحن من هذا المستوى الفني وهذا الوعي المجتمعي وهذا الفعل الإنساني المتجسد في الأعمال الخيرية؟ أتمنى أن يستوعب الكثيرون مغزى هذه الحلقة، أن المواهب تصنع فرجة وتصنع آفاق إنسانية رحبة، ولكن في كثير من الأحيان أن الشهرة تخرج أو تزيح الكثيرين
عن سكة ما هو إنساني ونموذج دنيا باطنة أنها من هاته الطينة. أسعد الله أوقاتكم وإلى حلقة جديدة بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.